المباراة التانية على التوالي بتلعب على اسم من الأسماء الكبيرة جدا لنادي الزمالك على حازم إمام المصاب. بالتأكيد كابتن حازم إمام هو واحد من نجوم وكباتن الفرقة، لما أحمد عيد واحد من النجوم الصاعدة بيلعب على واحد من النجوم اللي كل الجماهير بتحبه، دي بالتأكيد بتبقى مسؤولية كبيرة عليك يا أحمد. أكيد أكيد، أنا أي حد يلبس تيشيرت نادي الزمالك هيكون مسؤولية، طالما لبست تيشيرت نادي الزمالك، تيشيرت نادي الزمالك تيشيرت كبير، تيشيرت يعني رقم واحد في أفريقيا، يعني مش تيشيرت وخلاص، على إذن احترامي لأي فرقة تانية يعني. بس طبعا كابتن حازم بيكلمنا على طول، وحتى وأنا في التمرين أو كده بيكلمنا على طول، بيقول لي بأي شكل أي وقت هتلعب وأدي وخليك راجل، يعني بيكلمني كتير كابتن حازم طبعا، يعني كابتني وكابتن الفريق. أكيد فوز كبير على نادي بيراميدز، نادي بيراميدز فريق قوي، فريق كويس وماشي في الدوري بشكل كويس، وإحنا الحمد لله أدينا بشكل كويس وكنا رجالة وأدينا الشكل اللي يخلينا نكسب المباراة. الفرقة كلها أدت بشكل كويس، الفرقة كلها كانت رجالة، يعني مش واحد بس في الفريق اللي كان كويس، لا دي الفرقة كلها كانت رجالة، عشان كنا رجالة احنا كسبنا الماتش، وبنفكر يعني احنا كسبنا فريق زي فريق نادي بيراميدز، فريق كبير، بنفكر في اللي جاي وبنفكر في أفريقيا إن شاء الله، يعني من بعد 3 أسابيع ويوم ما يكون في ماتش في المغرب ان شاء الله ان برضه في افريقيا نكسبه، يعني حاسس برهبه، وافريقيا يعني انا طلعت افريقيا ده حاجه كويسه، وحاجه كويسه ليا جدا، وحاجه برضه صعبه ليا، ده انا لسه صغير وطلعت افريقيا، وان شاء الله اكون قد المسؤوليه، وان شاء الله اكون قد المسؤوليه وكده.